هنا سؤال ورد في القرآن الكريم أن إبليس يقول إني أخاف الله رب العالمين، فلما عصى الله عز وجل؟ أحبائي في الله، من قال إني أخاف الله رب العالمين فليس معنى ذلك أن هذا الخوف لا يمكن أن يكون مانعا في كل الأحوال لمعصية الله. فنحن البشر، أنت تخاف الله لكن ومع ذلك تخطئ وتذنب. وبالتالي إبليس أولا مخافته لرب العالمين حقيقية وصادقة، لكنه آثر حظ نفسه فعصى الله عز وجل، أأسجد لمن خلقت طينا؟ والأمر الآخر أن من أخطأ ينبغي له ألا يكابر، يعترف بخطئه وينسحب. أما إبليس بدأ بالمكابرة والمعاندة وتوعد عباد الله الصالحين إلى يوم القيامة، فقال الله عز وجل له إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فإذا بدل أن يستغفر ويتوب كابر وطلب أن ينظر إلى يوم الدين وأن يفتن الصالحين. فيا أحبائي في الله، هذا درس لنا، وأنا أولكم، أننا نخطئ ونذنب، ما الحل؟ أن نقلع عن الذنب والخطأ ونستغفر، لا أن نكابر، لا أن نوجد لأنفسنا مبررات بالخطأ. من هذا الذي لا يخطئ؟ لكن لا توجد لنفسك مبررات. وأغرب مبرر أراه في حياتي عندما أرى طالب علم يترك مجالس العلم عند شيخه ثم يوجد لنفسه مبررات أنه ترك مجلس العلم. والأدهى والأمر أن منهم من يجعل اللوم على الشيخ. لا إله إلا الله، أنت في نعمة كبيرة أنك تجد من يعلمك ويدرسك ويسمع لك ويقبل نقاشك، ثم إذا بك تنسحب. وبدل أن تستغفر الله وتقر بأخطائك وذنوبك تجعل اللوم على الشيخ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأنا أسمع من بعضهم يقول يا شيخ اشتقنا لك، أقول سبحان الله كيف اشتقت لي ودروسي قائمة وما بتيجي؟ قال والله اشتقنا لك، زمان ما شفناك. ليش؟ أنا وقفت دروس؟ هل توقفت عن الدروس؟ عندي درس البخاري وما شابه وأنتم تعرفون، فكيف تقول مشتاقين لك؟ المشتاق هو الذي لا يستطيع أن يلتقي بمن يشتاق له. أما هذه دعوة وهذا كلام لا وزن له، ولا حول ولا قوة إلا بالله.